في أزقة مدينة المحرق العتيقة أو دواعيسها كما يحلو للمحرقيين تسميتها، لا تزال الكثير من الشواهد التي تؤثث المشهد المعماري المحرقي تضيف له رونقا خاصا نتلمس بعض جوانبه مع مقهى بوخلف، أقدم مقاهي المحرق وأحد معالمها التراثية. القهوة تأسست سنة 1937-38، وكانت أيامها أيام الغوص، وأنا القهوة ورثت من الوالد، وكان يعني ذاك الزمن جميل يعني، وكانت طفولتي وأنا عمري 8 سنوات أساعد الوالد في تحضير الشاي، كان أيام الشاي على فحم. حوار الأقداح اليومي على طاولات جدد خشبها مع الاحتفاظ بروحية التصميم واللون يشيلنا بالشيء الكثير، فهنا أصبح للمكان إحساسا شعبيا يتوارثه المحرقيون أبا عن جد، ليتعلمه الأبناء كموروث شعبي عصي على الاندثار. هذه المنطقة اللي يقع فيها هذا السوق تعتبر مفرخة بالنسبة لمملكة البحرين، لما أنتجوا هذا المكان من رجالات حملوا على عاتقهم عملية البناء والتطوير والتقدم في مملكة البحرين. شاي بوخلف ماركة محرقية لا تنافسه المقاهي ولا ربات البيوت، وأطعمته الشعبية موضوعة في قائمة الزمن في يوميات رجال المحرق الذين يقصدون المقهى القديم غير آبهين بعشرات المقاهي العصرية الحديثة التي تنتشر من حوله. ظهور الفن فيها وظهور المفكرين وظهور الأدباء، حتى الأدباء الكويتيين والسعوديين والخليجيين والقطريين لما يجون البحرين في الماضي كانوا يعيشون هنا في محرق. المقاهي العتيقة في المحرق بمثابة برلمانات شعبية، فتحت سقفها يناقش كل ما يمت للمحرق والبحرين بصلة. الأماكن التراثية شواهد على تعاقب السنوات وترجمان صادق لثقافات الشعوب. لو حكى هذا المكان لروى ألف ليلة وليلة محرقية بنكهة البحر. من مدينة المحرق العتيقة، محمد العرب، العربية.